ما شاء الله، مانعي من الدخول، ممنوع دخول احد، واجتماع خاص، وما عندي خبر حتى. ابد، ما هو لازم يكون عندك خبر في كل شيء. اجتماع خاص فين؟ طلبت إدارة الصيانة عشان اجتمع معها. بس انا المستشار. حمد، عندك شيء ضروري قول، ما عندك شيء اطلع برا. مساء الخير. هلا سهل حمد. أبسألك الحين، عمر مشتغل في المكتب ومعاه موظفين، تعرفين ليش؟ وانا وش دراني، روح اسأله. احنا ما قلنا اذا بنسوي شيء نبلغ بعض. تراني مشغولة. مشغولة اجل، ها؟ حلو، كملي شغلك، بس حاولي تشغلين الجهاز عشان يزيد شغلك اكثر. عن اذنك. حمد، شو مدخلك المكتب؟ هلا هلا والله. انتظرك، وينك في يا اخي؟ هلا، ايش فيك؟ اي اسمع، انا صح اني قاعد اتدخل بشغلكم، بس ترى مصلحتكم. انا الوضع مره عندي مرتبك، وحق الشركه الاجنبيه بيجي بعد كم يوم، ولا ابغى يصير اي لخبطه. ما راح تصير لخبطه، واذا انت حريص ترى كنا حريصين. بعدين انا مجتمع عشان هالشيء، ولينا كلمت كم شركه عشان التنظيم، ولي جا سعيد ترتيب انتاج المصنع عشان نقدر ننتج اكثر. كل هذا انا ما ادري عن شيء. تدري، حنا نبي فرصه، وانت بتكون مسؤول عن كل شيء. طيب، انا ذنبك. لا لا، اللي جالس يصير استهبال، دول بيخربون ام الدنيا. مره انجن، ما غيري يدقدق وانا ما ارد. وانا جاني وكلمني وقال لي عن اجتماعك، وقلت ما ادري. خلوه يعرف قيمتنا، وانه ما يقدر يسوي اي شيء لين حنا نوافق. بس احس ما له داعي نسوي ذا كله، بس احس لازم ندق عليه. نكلمه ليه؟ بعدين هو يحس ان احنا خايفين منه، او نجلس نطلب على شيء هو من حقنا اصلا. طيب وش بنسوي؟ نجلس يوم يومين نشوف ايش بيسوي، بعدها نرجع زي اول.